معي ايضا الكاتب الكبير استاذنا استاذ صلاح منتصر. استاذ صلاح مساء الخير، حضرتك بكره هتحضر اجتماع الذي دعت اليه الاهرام او دعا اليه الاهرام تحت عنوان تصحيح المسار. بصرف النظر عن العنوان، انا طبعا ان شاء الله بكره هحضر هذا الاجتماع. ايه اهميه هذا الاجتماع؟ هتناقشوا ايه يا استاذ صلاح؟ استاذ الاهرام فوق انه مؤسسه، اكبر مؤسسه صحفيه في الشرق الاوسط، فهو ايضا اسره كثيرا ما تستدعي افرادها، والتي تضم اجيال مختلفه من اجيال الشيوخ الى اجيال الكبار الى اجيال الوسط الى اجيال الشباب. ليست هذه اول مره الاهرام بيستدعي فيها اسرته للاجتماع لمناقشه موضوع من الموضوعات. كثيرا ما اجتمعنا في القاعة في الأهرام وناقشنا أي قضية من القضايا، سواء بالنسبة لما يخص الأهرام أو بالنسبة لمناسبة من المناسبات، يمكن آخرها كان الذكرى العزاء للعزيز الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل. طيب لكن بكره مناقشه قضيه النقابه والصحافه والازمه المطروحه، يعني وفي هذا الاجتماع قد تتطور مطالبات من حد اقصى بجمعيه عموميه غير عاديه ل يعني طرح الثقه بالنقابه الحاليه الى حد ادنى بتغييرات، يعني الى حد ادنى باشياء اخرى. راي حضرتك ايه؟ يعني ايه الصوت اللي هيطرح بكره داخل هذه اللجنة أو هذه الاجتماع؟ أعتقد أن اجتماع الأهرام هيكون في جو أصلح كثيرا وأهدأ كثيرا من اجتماع النقابة، وبالتالي القدرة على المناقشة والقدرة على إدارة الحوار والقدرة على تعدد الأفكار، خصوصا وأن أنا عايز أؤكد لك أن احنا ناس وطنيين، ما احناش ناس هتتعلم الوطنية طبعًا. أو أن احنا هنزايد على مستقبلنا، لأنه لا مستقبل لنا. أنا واحد زي أنا ما عادلوش مستقبل، أنا كل اللي يهمني هذه النقابة، هذه المهنة، هذه الصحيفة، هذه الصحف كلها، وإنها تبقى في نظر الرأي العام ما زالت مهنة محترمة جديرة بأنها توجه الرأي العام كما ينظر إلينا الرأي العام. أستاذ صلاح، هل هذا الاجتماع موجه ضد النقابة؟ أقسم لك بالله إن أستاذ صلاح أقسم لك بالله إن أنا لم يقل لي أو يوجهني أي شخص، يعني نحضر الاجتماع عشان نناقش قضيتنا، عشان نناقش الموضوع، موضوع أن هناك أزمة في نقابة أصبحت واضحة إنه خطأ عولج بخطأ وانتهى الأمر، وبالتالي تم التصعيد بصورة زي ما قال الأستاذ أسامة هيكل، صورة كبيرة جدا وصورة سريعة جدا، واستخرجت كل أسلحة النقابة من طائرات ومدافع ودبابات لدخول معركة كان ممكن إنها عن طريق القانون فقط يتم كسبها. وحضرتك يعني وبالتالي وجهة نظر حضرتك ان التصعيد كان عالي جدا او يعني كان غير مبرر، وكان يمكن التعامل بشكل اكثر حكمة، خاصة عندما تم الزج برئيس الجمهورية يا أستاذة لميس. يعني الزج برئيس الجمهورية ومطالبته بالاعتذار بحجة أنه سبق أن تدخل في أزمات أخرى، تدخل باختياره وتدخل برؤيته، إنما لما تطلب من رئيس الجمهورية أن يعتذر، أعتقد أننا النقابة خسرت بذلك يعني نصيبا كبيرا في الرأي العام. الأستاذ مكرم كان له رأي أن النقابة مختطفة وأنها يجب أن تعود لأصحابها الأصليين وهم الصحفيين طبعا. هل حضرتك شايف أن في بعض التيارات داخل النقابة بالفعل، يعني بعض التيارات من اليسار مع احترامنا لليسار طبعا، بالفعل اختطفت النقابة لتصعيد غير مبرر؟ أنا شخصيا من النوع المختلف تماما عن تصنيف اختطاف وتصنيف الزج بكذا. أنا ببص إلى جميع الصحفيين على أنهم وطنيين، وأن مواقفهم هم اللي بتبرز إذا كان هم بالفعل قادرين على إدارة الأزمة التي واجهوها، أم أن هم هيتجهوا إلى تيارات أخرى. لكن في الوقت نفسه
لازم نضع في الاختبار أن هناك ما أصبح شهيرا بقوى الشر، وقوى الشر هذه أصبحت واضحة كثيرا. وأصبحنا لو تلاحظي في كل شهر أزمة، بدأت بأزمة ريجيني ثم أزمة الجزيرتين ثم نحن اليوم أمام أزمة نقابة الصحفيين. ففي يعني إيه تدافع للأزمات واضح جدا أنها إن لم تكن مقصودة فهي على الأقل يعني بتفرض علينا. يعني نتمنى لأصوات العقل طبعا أنها تكون موجودة غدا في هذا الاجتماع، اجتماع ما يسمى بتصحيح المسار. بصراحة أستاذ صلاح، يعني لو حصل يعني تصويت مثلا بينكم أنه جمعية عمومية لإسقاط هذا المجلس، هل حضرتك هتوافق؟ ما أظنش هنوصل لكده. بشكرك أستاذنا الأستاذ صلاح منتصر، كاتب الكبير، اللي بكرة هيحضر هذا الاجتماع في الأهرام الذي دعا إليه الأهرام لعدد من الصحفيين، رؤساء التحرير، بالذات الصحف القومية، وعدد من شيوخ المهنة. البعض بيقول أن هذا اجتماع لفعلا تصحيح المسار ولإيجاد رؤية مختلفة، صحفية مختلفة عن رؤية النقابة، والبعض بيقول أن ده يعني في شق صف وانقلاب على النقابة.